ايه ده يا جدعان؟ الراجل ده بقاله ساعة عمال يأكل في الكلاب يا جدعان. يا صاحبي دلوقتي بتأكل الكلاب؟ يوم بأكل الكلاب بيجي مفهوم عن البني آدم. البني آدم بيقعد ايدك تمدت له، دول عمرهم ما يقعدوا ايدك. انت بتأكلهم باتيه؟ انت انا مستغرب بس ان انت بتأكلهم، يعني مش لقمة. لو في مقدرتي أوكلهم فراخ أوكلهم. أوكلهم فراخ أوكلهم. لو في مقدرتك هتأكلهم انت كلهم بقى، انت بتأكلهم. هم رمز الوفاء أصلا. الكلاب. آه. وانت دولت كلهم انت لما تأكلوا كده بقى ده كده؟ تقول لهم ايه بقى الناس اللي هي بتعامل الكلاب وحش او بتعامل اي حيوان وحش؟ يا اخي ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء، يا اخي ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء. ما شاء الله عاملهم حلو. صح انت الحاجه دي ده روح. انت الحاجه دي اللي شبه كده بتزعلك؟ هي روح. صح في الاول وفي الاخر روح، بتحس زيك زيها يعني. بجد يا جماعه محمد، يا جماعه لازم يكون نموذج ومثال لكل بني ادم، سواء اخت او اخ او اي حد بيعامل الكلاب او بيعامل حيوان وحش والله. طب دلوقتي احنا هنسالك سؤال برضه في القران، لو عرفته نديك جايزة معانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. سمعت الآية قبل كده؟ اه سمعتها بجد. ولا طبعا معروفه، وما ارسلناك الا رحمه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا ارسله رحمه للعالمين. ما قالش يا جماعه رحمه للعرب ولا للاجانب ولا للانسان ولا للحيوان، رحمه للعالمين عشان نتعلم منه الرحمه. وربنا تبارك وتعالى بيقول في كتاب العزيز: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال لك لا تقنطوا من ايه؟ من رحمة. فربنا رحيم بعباده جميعا ما شاء الله. طب الآية الأولانية ليه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سورة الأحزاب ولا الأنبياء ولا الرعد؟ الأنبياء. سورة الأنبياء. سورة الأنبياء. بجد والله؟ بجد. عرفتها ازاي يعني؟ انت حافظ كتاب، حافظ قرآن كتير؟ حافظ ما شاء الله. طب ممكن يعني تسمعنا اي حاجه بصوتك؟ تمام. كونة المجد للقرآن الكريم. قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار. أيها الإخوة والأخوات، كنا مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ فارس عباد، والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ ماهر المعيقلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان الله سبحان الله. ايه اللي انت عملته ده؟ وايه اللي انت قلته في الاول ده؟ انا مستغرب ايه اللي انت بتعمله ده. يعني ايه قناة المجد للقرآن؟ انت متأثر جامد. انت الموضوع ده ايه؟ في انت اسمك ايه بقى؟ اسم محمد. ده انت ما اسمكش محمد، ده انت اسمك محمد المعيقلي. اقسم بالله ده انت مالكش حل. المفروض اللقب ده انت تاخده عن 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 جدارة. محمد المعيقلي، انا تقريبا يا جماعة سمعت الشيخ ماهر المعيقلي دلوقتي. انت بتهزر؟ لا انا عايز افهم بس. بص للكاميرا كده بالله عليك، انت بتهزر وتتكلم جد؟ لا بتكلم جد. انا ممكن تقول لي يا جماعه ده صوت الشيخ ماهر المعيقلي اللي ما يعرفوش يا جماعه؟ لا ركز تاني كده، قول للشيخ ماهر المعيقلي تاني كده. بيقلد ماهر المعيقلي بالفتح، انا قلده بصوره تاني. تمام سمعنا كده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان كافى يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ما شاء الله عليك يا ابني، ما شاء الله عليك. أنا مش متخيل يا جدعان. لا 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 اقسم بالله يا جدعان، انا حاسس ان هو واقف بسمع الشيخ ماهر المعيقلي في الحرم.
انا حاسس ان انا بصلي في الحرام دلوقتي حالا. بالله عليك قول كاف كده تاني. كاف يا عين صاد. لا 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 مش طبيعي، ده مش طبيعي، ده انا اول، انا تقريبا كنت بقلد الشيخ ماهر المعيقلي. انا اسف، انا تقريبا طلعت معايا ناس بتقلد الشيخ ماهر المعيقلي. انا اسف ليكم يا جماعه، كنت بخدعكم. ايه ده، ايه ده، انت ايه يا ابني، انت ماهر المعيقلي ده انت بتحلم بيه يعني ولا ايه؟ لا ولسه بتاني. اقسم بالله لو الشيخ ماهر المعيقلي يسمعك ليطلبك حالا، هيبعت لك تذكره سفرك حالا. انا متاكد ده انت مش، ده انت بتقلده بالظبط، ده انت بالكربونه. لسه في شو ايه، لسه بشوف تاني وبالكربونه برضو. الله اكبر الله اكبر يا جماعه، انا لسه بقول لك في شيخ تاني بالكربونه. انت يعني انت معجزه، انت مش طبيعي. لا في شيخ تاني. ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. ما شاء الله عليك، ما شاء الله، اللهم بارك يا جماعة. حاجة كده معجزة ربانية كده يا جماعة، معجزة ربانية كده، حاجة بسيطة جدا. إيه الجمال ده؟ هتسمعنا إيه تاني؟ محمود خليل الحصري. الشيخ محمود خليل الحصري؟ أنت متأكد؟ بالله عليك. توكل على الله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. الله أكبر عليك، ما شاء الله عليك يا محمد، حاجة جميلة جدا يا جماعة. قلت الشيخ الحصري، الشيخ الحصري يا جماعة، محاكاة للشيخ الحصري اللي ربنا يا رب يجعلنا يعني اقل اي حاجه زيه، اي حاجه زيه يا رب، ربنا يزيدك من فضله. او كالذي مر على قريه وهي قاويه على عروشها قال انا يحيي الله هذه بعد موتها، فاماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله أكبر عليك يا محمد، بسم الله ما شاء الله يا جماعة، محمد ما شاء الله تبارك الرحمن، شاب رحيم بالحيوان قبل الإنسان.